دكتور علاء الإبراشي، أستاذ أمراض نساء والتوليد القصر العيني جامعة القاهرة في وحدة طب الجنين. النهاردة يمكن نجاوب لبعض الأسئلة المهمة اللي تهم السيدات الحوامل، من ضمنهم تناول حامض الفوليك. فكرة حامض الفوليك إن هو الدراسات أثبتت في خلال 20 سنة اللي فاتت إن تناول حامض الفوليك بيقلل بعض العيوب الخلقية في الجنين. فالنسبة للسيدات عامة بنحب أو بنستحسن تناول حامض الفوليك في أول 10 أسابيع. مفيش ما يدعو للاستمرار بعد كده إلا في بعض الحالات، حالات اللي زي التوائم وزي اللي عندها مرض الصرع وزي اللي بتاخد أدوية معينة وزي اللي عندها أنيميا. غير كده ممكن نستخدم الحامض الفوليك، نسبة إنه هو فايدته إنه يقلل حدوث عيوب خلقية، بالذات عيوب خلقية في النخاع الشوكي وفي الجهاز العصبي. هل ممكن أن تسافر الحامل؟ الحامل طبعا اللي ما عندهاش أي مشاكل في انقباضات مبكرة أو ولادة مبكرة أو مشاكل في الحمل في بدايته في أول 3 أشهر، نزول دم أو غيره، يعتبر الحمل ده مستقر. أفضل وقت للسفر هو الفترة النصف احنا نقسم الحمل لـ3 تلات، التلت اللي في النص اللي هو من اول 13 لحد 26، ده افضل وقت للسفر. طبعا السفر ما يكونش معاه اجهاد، ما يكونش معاه تعرض لساعات طيران طويلة، لان القعدة طويلة ممكن تعمل تجلطات في الرجلين، ولو عملت كده لازم تاخد فترات راحة في اثناء الرحلة وفترات راحة من بعد ما توصل تريح، لكن ما فيش ما يمنع من السفر. ممارسة الرياضة مهمة جدا، المشي العادي، ودايما بننظر للسيدة الحامل هي حالتها ما قبل الحمل. يعني واحدة كانت مثلا مدربة جري، طبعا دي تقدر تستطيع انها تمارس ممارسة الجري في اثناء الحمل، لكن واحدة تانية كانت مثلا ما تمارس رياضة خالص، من الصعب لان اثناء الحمل في اكسترا ورك على الهارت، يعني في مجهود اكتر على القلب، فلازم تنسق نوع الرياضة. افضل انواع الرياضه هي المشي العادي بدون تعب، دايما نقول شورت اوف فاتيج، يعني اقل من التعب. الجنين بيسمع موسيقى يتجاوب، طبعا الجنين بيتجاوب مع كل انواع الاصوات، وده على كده ان احنا لما بنيجي نعمل موجات فوق صوتيه للجنين اللي هي عباره عن صوت ما بيسمعش، بنجد حركه للجنين او ريسبونس او استجابه. فاعتقد ان طبعا في حاله من حالات تاثر الطفل بالصوت اللي حواليه. لأي مدى بقى أنواع الموسيقى وموسيقى اللي بتخليه يتحرك، لكن هو دايما نبرة الموسيقى، يعني بنسميها الهيرتز بتاع التون، النغمات هتبقى عالية قوي هتحركه، الأقل ممكن ما يتخلوش يتحرك، لكن هو طبعا بيتأثر بصورة حركة على طول أول ما بيجي. أعتقد دي تقريبا معظم الحاجات. طبعا لازم السيدة الحامل تعمل زيارة منتظمة للطبيب تقريبا كل شهر، ولازم تتواظب على أنواع الأدوية اللي بتاخدها اللي هي بتعتبر تمنع أن يحصل لها إصابات من بعد الولادة، يعني اللي هترضع فما تخرجش من حمل وعندها أنيميا، فلازم ناخد حديد ولازم ناخد كالسيوم. دول تقريبا أكتر حاجتين دوين محتاجين منهم أثناء الحمل.